انت عارفين انا عاجبني جدا موضوع مقبره الخالدين ده، انا فعلا حقيقي مبسوط بهذا الموضوع لابعد الحدود، وبقعد يعني من ساعه ما تم اتخاذ القرار او الاعلان عنه يعني وانا قاعد مخي شغال. طيب خلوني اخد معانا على التليفون الدكتور محمد الكحلاوي، رئيس المجلس العربي بالاتحاد العام للاثريين العرب. عايز اخد رايه في كل ما حدث اليوم بخصوص موضوع مقبره الخالدين. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. ايه الاحوال؟ كله تمام؟ والله في نعمه الحمد لله. كيف يرى الاثريين وكيف يرى الدكتور محمد الكحلاوي هذه التوجيهات وهذه القرارات من فخامه الرئيس؟ والله يعني انا كل اللي بقوله ان انا بشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانه عودنا انه ينحاز دائما للعلماء والعلم، عودنا دائما ان ينحاز لقضايا الامه، عودنا دائما ان هو يناصرنا في احلك الظروف. انا بقولها بكل صدق، يمكن اول بيان يشكر فخامه الرئيس باسمي وباسم 4000 عضو في المجلس الاعلى للاثري العرب، انا برفع هذا الشكر والتقدير لفخامه الرئيس. ليه؟ لاستجابته الفوريه لراينا اللي احنا عملنا اجتماع في مؤتمر كبير ورفعنا التوصيات لفخامه الرئيس مباشره، لان انا مدرك ان ما كانش في اي حد هيقدر يفعل هذه التوصيات الا مؤسسه الرئاسه. وبالفعل النهارده ربنا اكرمنا بهذه النتيجه، انه دعا لاجتماع برئاسه دوله رئيس الوزراء ليتشاور مع الاثريين والخبراء والمعماريين. ودي نقطه مهمه جدا، مصر الحديثه بتتبني كده، بتتبني بكلنا ابناء هذه الامه، من الواجب علينا ان احنا نساهم في بناء هذه الحاضره الجديده لمصر الجديده. مش ممكن ابدا ينفرد بها معماري لوحده او مهندس لوحده، او نبني على حساب التراث او على حساب مقدراتنا التراثيه الثقافيه التي لا تعوض. فأفكار بتطرح ولابد انها تناقش من خلال متخصصين طبعا، والمناقشه هنا من اجل الاستمرار في عمليه البناء والتعمير، وفي نفس الوقت الحفاظ على الهويه والحفاظ على ذاكره الامه والحفاظ على من سطروا باحرف من النور تاريخ هذا البلد. صح 100%، صح 100%. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر دكتور محمد الكحلاوي رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للاثريين العرب. انا هرجع تاني واقول لك يا جماعه، المساله في مقبره الخالدين تحديدا يعني انا اشوفها بالنسبه لي انا ابعد كتير عن مساله انني احافظ على اثر